كمان قلت لنا العقل الباطن وهندخل فيها قصه الاحلام، فكره بقى الاحلام والكوابيس اللي بتجيلنا، وفي ناس بتبقى في كوابيس معينه بتلازمها فترات طويله. بص انا هقول لك على سر، يعني ارجوك كل اهم دي هديه، انت دايما ما بتمشينيش غير لما اديك الهديه بتاعتك، هديه ومفاجآت معاهم كمان. اهم 45 دقيقه في يومك هم اول 45 دقيقه اول ما تصحوا واخر 45 دقيقه قبل ما تنام. دول اهم وقتين في يومك. ليه؟ انت لما بتصحي، انا بصحى من النوم بقول ايه؟ اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر. حيلك انا قايمه من النوم عايزه اقول له يا رب انا عايزه. انت مش واخده بالك انك عشان تقولي انا عايزه لازم تقري اصلا باللي عندك. يعني انا لما اروح اطلب من حد حاجه بقول له ايه؟ بقول له انا فلان الفلاني املك كذا وكذا وحاصل على كذا وكذا ومحتاج منك كذا. ينفع اروح اقول له انا عايز كذا من غير ما اعرفه بنفسي؟ من غير ما اعرفه ايه قدراتي؟ كذلك لما تيجي تتعامل مع ربنا ولله المثل الاعلى. اول ما بصحى من النوم بقول يا رب انا عندي صحه وعندي عافيه وعندي ستر وقايم في نعم وعايز اكتر. الكلام ده بيعمل لي ايه؟ الكلام ده بيخليني انا من جوايا اصحي كل الطاقات اللي جوايا ان انا النهارده هبقى احسن انسان في الدنيا. تمام. ده بيحصل امتى؟ في اول 45 دقيقه. ليه؟ ان عاده احنا بنكون قايمين، يعني انت بتشوف الناس وهي ماشيه الصبح شايفها سايقه عامله ازاي؟ هم بيلبسوا نظارات سوداء حتى لو الشمس مش طالعه، نايمين وراها عشان يداروا عشان يداروا اللي وراها. فده اول 45 دقيقه. عشان ما بعدش عن سؤالك بتاع الاحلام، اخر 45 دقيقه كل الدراسات اجمعت ان الانسان بيحلم باللي كان بيفكر فيه في اخر ساعه الا ربع قبل ما ينام. طب ما هو احيانا بنحلم بحاجات بقالنا، يعني شخصيات مثلا بقالنا كتير جدا ما شفناهاش وناسيينها تقريبا. يخيل لك انك ناسيها. مش احنا اتفقنا ان في عقل باطن وعقل حاضر؟ يعني ده معناه يا دكتور ان ده تفريغ، او الاحلام دي تفريغ للعقل الباطن؟ ربنا رحيم قوي بينا يا مروه، علشان كده ادينا حاجه اسمها الديفنس ميكانيزم، اللي هي ميكانيزمات الدفاع او الحيل الدفاعيه. الحيل الدفاعيه دي كتير جدا منها الاحلام. يعني ايه؟ انا شفت حد جميل قوي وكان نفسي ان انا اتكلم معاه، بس ما اقدرش، مكسوف ان انا اروح واسلم عليه واقول له انا معجبه بيك وعايز اتكلم معاك وكلام كده. اروح انام احلم بيه.